هلا القسم الثاني من تابع فيتشرز، احنا بعد ما استخرجنا المصفوفات اللي هن الديوريشن، البيكس، المينيمالز والماكسيمالز، رح نبلش باستخراج الفيتشر. الفيتشر هن عبارة عن اربع اقسام. هلا القسم الاول هو الستاتستيكال فيتشر، يعني خصائص او فيتشر احصائية تم الحصول عليها من هاي الداتا. شو هي هاي الفيتشر؟ اول شيء احنا بنحسب durations للduration، الخصائص الاحصائيه للduration، اللي هي انه انا بعرف بالمصفوفه duration خزنت الفتره لكل قسم سواء موجب او سالب، فعم بحسب له المين، الماكس، الفارينس، السكيونس. هلا بظن كلهم معروفين، السكيونس هو مقدار بيعبر لي عن مدى توزع العينات حوالين متوسط الحساب للعينات. فإذا كان التوزع منتظم، يعني تقريبا عدد العينات على اليمين بيساوي عدد العينات على اليسار، بالنسبة للمتوسط الحسابي بيكون هذا صفر. إذا كان أقرب لليسار بيكون سالب، إذا كان أقرب لليمين هيكون موجب. هلأ بعدين هدول أول أربعة فيتشر هيكونوا بشعاع الفيتشر للإشارة 1 2 3 4. هلأ هون أنا عم ميز بين قسمين بس. إذا كانت السيجنال بلشت بعينة موجبة، شو معنات هذا الحكي؟ معنات هذا الحكي إنه البيكس يلي اندكساتهم فرديات هن عبارة عن مينيمالز. ليش مينيمالز؟ لأنه إذا الإشارة موجبة، بلشنا نحن بإشارة موجبة، فأول قيمة بالبيكس رح تكون عدد المينيمالز بالقسم الموجب، تاني قيمة حتكون عدد الماكسيما بالقسم السالب، ثالث قيمة هي عدد المينيمالز بالقسم الموجب وأنا ماشي. فهون ما باخد من واحد بطول خطوة اثنين، لأنت عمليا أنا عم باخد اندكسات الفردية، فأنا عم باخد هون متوسط الحسابي لعدد المينيمز الماكسيموم والفاريانس والسكيونس، ونفس الشيء عم باخد متوسط الحسابي للماكسيمز اللي هن بالقسم السالب، الماكسيموم والفاريانس والسكيونس. هلا اذا كانت الاشاره لاول عينه هي سالبه اصغر من الصفر، فعمليا شو رح يكون عندي انا؟ اللي اندكساتها زوجيه هي اللي بتخص المينيمز. لانه ليش؟ رح يكون أنا بلشت بقسم سالب، فعمليا أنا رح يكون عندي أول قيمة بالبيكس وعدد الماكسيمز بهذا القسم السالب. هلأ كنا عم نحكي فوق عدد الماكسيما عدد المينيما. هلأ الفيتشر من 13 ل 17 من المين والماين والماكس والفارينس والسكيونس للماكسيمز كفاليوز، مو قديش عددهم هن كم قيمة حصل عندي، لا هن كفاليوز قديش. ونفس الشيء بالنسبة للمينيماز اللي هن الفيتشر من 18 ل 22. هلا هذا النوع الاول من الفيتشر اللي هو سميناه statistical feature او خصائص او فيتشر احصائي. هلا النوع الثاني من الفيتشر هو بيقيس الديستريبيوشن تبع هاي الفيتشر، اللي هن الديستريبيوشن الخاص بالديوريشن والبيك. اتفقنا الديوريشن هو طول الفترات، والبيكس هو متغير بيحتوي على عدد الماكسيمز بالفترات السالبه وعدد المينيمز بالفترات الموجبه. هلا اول التوزع رح نحسبه هو الصم ديستريبيوشن. كيف يعني؟ يعني انا حروح هن شعاعين لهم نفس الطول، حاجمعهم، حاجمع الديوريشن زائد البيكس، حيطلع معي شعاع جديد. هذا الشعاع انا بدي اعمل له كوانتايزيشن. كيف عملنا الكوانتايزيشن؟ اول شيء رح نحط الماكسيموم صم هو 400. طبعا هذا الرقم كيف حصلنا عليه؟ حصلنا عليه بالتجريب، انا جربت على الداتا سيت كلها ودرست التوزع تبعه ومنطقيا لقيت هذا احسن رقم اللي هو ال 400. شو معنات 400؟ يعني أنا لما بجمع الإشارة الأولى زائد الإشارة الثانية، كل شيء أرقام فوق ال 400 رح تأخذ قيمة 400، حترجع لل 400. هي أول فكرة. هلأ صار عندي أنا أرقام، يعني أكبر رقم بالمجموع حيكون هو عبارة عن 400. رح أقسم كمان الأرقام من 0 ل 400 لمجالات بطول خطوة 10، فعمليا أنا كأني قسمت الأرقام من 1 ل 400 ل 40 مجال. هدول الأربعين مجال عملياً أي عينة بتجيني بين الصفر والعشرة تأخذ القيمة واحد، أي عينة رح تجيني بين العشرة والعشرين رح تأخذ القيمة اثنين إلى آخره. فبيطلع معي إنه أنا sum distribution كأني عملت له أول شيء quantization، بعدين عملت له coding ترميز بأرقام بالمجال من 1 ل 40. فعملياً number of codes رح يكون عندي 40، عدد الأكواد هو 40. هلا انا اللي حاعمله اني انا رح اخذ مجموع الاشارتين اللي هن الديوريشن والبيكس، بعدين كل شيء اكبر من الماكسيموم سم حرجعه للماكسيموم سم، بعدين رح اخذ فلور سميشن على ماكس ستيب زائد واحد هي الكوانتايزيشن،
هلا انا صار عندي شعاع مثلا طوله 40,000، هذا حسب طول الاشاره الصوت الاشاره اللي عندي اياها. بهي الاشاره بيجي بعد كم واحد عندي، كم اثنين عندي، كم ثلاثه عندي، هيك لل 40. فصار كانه هيستوغرام للتوزع اللي هو سم ديستريبيوشن. هذا اول توزع. ثاني توزع هو الدوريشن ديستريبيوشن، بنفس الفكره تماما. انا اخذت هون كنت عم باخذ توزع السم، هلا عم باخذ توزع الدوريشن. نفس الشيء اخذنا الماكس دوريشن هو 400 والدوريشن ستيب هو 10. فراح يطلع معي انا انه لما بحسب باخذ شعاع الدوريشن اي قيمه اكبر من 400 برجع لل 400، بعدين بعمل كوانتايزيشن للقيم بطول 10، يعني اي قيمه بين 0 وال10 حتاخذ 1، اي قيمه بين 10 وال20 حتاخذ 2 الى اخره. بعدين بحسب الهيستوغرام للدوريشن ديستريبيوشن. نفس الشيء عملنا للبيك ديستريبيوشن. هلا اخر شيء هو جوينت ديستريبيوشن. هلا شو الفرق بين الجوينت والسم ديستريبيوشن؟ السم انا جمعت الاول والثاني، حصلت على شعاع ثالث، الشعاع الثالث هذا اللي حسبت له الديستريبيوشن. بينما بالجوينت ديستريبيوشن لا، انا رح اشكل من الشعاع دوريشن مع الشعاع بيكس شعاع ثنائي. هذا الشعاع الثنائي كل مركبتين فيه متميزات بشكلوا لي كود بحد ذاته، يعني مثل كانه انا عم باخذ اشاره خلينا نقول هي باينري ببت واحد. فشو هن القيم المتميزه؟ هي صفر او واحد. طيب هلا لو قلنا عندي اشاره ببتين، فشو هن القيم المتميزه؟ هن صفر صفر او صفر واحد او واحد صفر او واحد واحد. فهون نفس الفكره، بس المتغير بحد ذاته اللي هو مانو ثنائي هو متغير رح ياخذ قيم ضمن مجال. هلا شو هو هذا المجال؟ هذا المجال هو نفسه اللي نحن حددناه فوق للبيكس والديوريشن. هلا الديوريشن مثل ما شفنا حتاخذ قيم، يعني الماكسيموم ديوريشن هو 400 بطول خطوه 10، والماكسيموم بيكس هو 100 بطول خطوه 5. يعني عمليا انا حاحصل على 100 400 على 10 40 و100 على 25. 20 ضرب 40 هو 800. فعمليا انا عندي 800 كود مستقل. ليش 800 انا عم بقول؟ لانه الماكس، لانه الدوريشن بتعطيني كود من 1 ل 40، والبيكس رح تعطيني كود من 1 ل 20. شو كل التراكيب الممكنه من هي الاكواد؟ مثلا 1 1 2 1 3 1 هيك ل 40 1، بعدين بيقلب الرقم 1 2 2 2 هيك ل 40 2. اذا بناخذ كل التراكيب الممكنه بيطلع مجموع 800، يلي هو ضرب نمبر اوف رينج 1 ضرب نمبر اوف رينج 2، يلي هو موجود هون بنمبر اوف كودز 2. بنفس الفكره تماما، انا رح روح اول شيء اجمع الديوريشن مع البيكس بمصفوفه. هي المصفوفه هي صارت عباره عن مصفوفه اكواد ثنائيه، يعني الكود هو عباره عن متغيرين. عد الاكواد اتفقنا حيطلع معي 800، فحيكون عندي انا شعاع هون الكاونت فور طوله 800. المركبة الاولى فيها هو كم مرة تكرر الكود الاول، المركبة الثانية هو كم مرة تكرر الكود الثاني الى اخره. هلا بالنهاية رح يكون شعاع الفيتشرز هو عبارة عن statistical feature، distribution تبع sum، distribution تبع duration، distribution تبع البيكس، الجوينت ديستريبيوشن، واللي هو حيرجع لي اياه تابع هون بقلب متغير اسمه فيتشر ويخزنه بقلب الداتا سيت. هلا طبعا الاشارات اذا احنا بنرسم الهيستوغرام تبعها رح نلاقي انه هي متركزه غالبا بمناطق معينه، فكتير اكواد ما حتظهر عندي او حتظهر بعدد كتير قليل. هلا لما اقول انا كتير اكواد ما رح تظهر عندي، يعني عمليا انه في عندي عمود كامل بالديتا سيت اخذ قيمه الصفر. هلا اذا انا عندي فيتشر اخذت قيمه واحده بالنسبه لكل خلينا نقول المقاطع او الشغلات اللي انا عم حاول اعملها تصنيف، فهي بحد ذاتها ما بتحمل معلومات. انا اذا بصنف اشخاص بناء على طولهم، اذا كان كلهم لهم نفس الطول فانا ما اعطيت معلومه. فاللي عملته بهي المنطقه هون انه انا بيجي باخذ الاعمده من واحد لنهايه الديتا سيت، بيجي بشوف إذا كان كل قيم هذا العمود بتساوي الصفر بخزن الاندكس تبعه. وبس انتهيت صار معي اندكسات الأعمدة يلي كلها صفار، يعني ما بتحمل أي معلومات، حذفتها من قلب الداتا سيت.
بعدين حسبت الماكسيموم فاليو لكل اعمده الداتا سيت. هي الماكسيموم فاليو ليش انا بستخدمها؟ بستخدمها مشان اعمل نورماليزيشن للداتا سيت عمليا، يعني انا حرجع القيم للمجال بين الناقص واحد والواحد. فانا رح اجي اخذ نورمالايز داتا سيت، هي عباره عن الداتا سيت اللي انا طلعتها على الماكسيموم فاليو. بس انتهيت رح خزن الداتا سيت ورح خزن النورمالايز داتا سيت، رح خزن الماكسيموم فاليو ليش هلا بنحكي ليش، ورح خزن الريموفد كولمز ليش، لانه انا لاحقا بالتصنيف لما بدي اطبق مقطع صوتي على تابع الفيتشر اكستراكشن حيرجع لي شعاع الفيتشر كله. فانا بحاجه اعرف مين الاعمده اللي احذفها وعلى قديش قسم هذا العمود لحتى اعمل له نورماليزيشن. وهدول المتغيرين انا خزنتهم هون كمان بمصفوفه سميتها help info max value removed columns.